بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سأحدثكم اليوم عن بطل أثبت أن عمر الإنسان لم ولن يكن سببا في التخاذل عن نصرة الحق والدفاع عن ابن بنت رسول الله. إنه شيخ الأنصار حبيب بن مظاهر الأسدي، أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شارك في جميع الحروب التي خاضها الإمام علي عليه السلام، وكان زعيم بني أسد شجاعاً قوياً مجاهداً يتمنى أن يكون شهيداً في سبيل الله، وكان دائماً يسأل الإمام علي عن موعد شهادته، ويخبره الإمام أنه سيكون شهيداً ولكن لم يحن الوقت بعد. ذات يوم كان حبيب جالساً مع زوجته يأكلان الطعام، إذ غصت زوجته بالطعام فقالت: الله أكبر يا حبيب، الساعة يصلك كتاب كريم من رجل كريم. وبينما هما يتحدثان إذ بطارق يطرق الباب، فخرج إليه حبيب وقال: من الطارق؟ قالت طارق: أنا رسول الحسين إليك. فقال حبيب: الله أكبر، لقد صدقت الحرة بما قالت. ثم أعطاه الرجل رسالة من الإمام الحسين فقرأها وأخبر زوجته بما كتب فيها، فقالت: بالله عليك يا حبيب، لا تقصر في نصرة ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: أجل، حتى أقتل معه فتصبح شيبتي من دم نحري. لم يخبر حبيب أحدا بأمر الرسالة عدا زوجته، خوفا من ابن زياد وجنوده، ولكن أبناء عمومته قدموا إليه وقالوا له: يا حبيب، بلغنا أنك تريد نصرة الإمام الحسين ونحن لا نخليك، ما لنا والدخول بين السلاطين. فأخفى حبيب أمر الرسالة ولم يخبرهم بما يريد فعله وما عزم عليه. سمعت زوجة حبيب الكلام الذي دار بين حبيب وأبناء عمومته فقالت: يا حبيب، كأنك تكره الخروج لنصرة الإمام الحسين عليه السلام. فأراد أن يختبرها فقال: نعم. فبكت زوجة حبيب وقالت: أنسيت كلام رسول الله عن الحسين وأخيه الحسن حيث قال: ولداي هذان سيدا شباب أهل الجنة، وهما إمامان قاما أو قعدا، وها هو الحسين يستعين بك وأنت لم تجبه. فقال حبيب: أخاف على أطفالي أن يصبحوا أيتاما بعد موتي، وأخشى أن تترملي بعدي. فقالت: إن الله كفيلنا ونعم الوكيل، ولسنا بأحسن من أطفال ونساء الحسين عليه السلام. وعندها أخبرها حبيب بحقيقة عزمه، وأنه سيذهب إلى كربلاء ليقاتل مع الحسين عليه السلام. وفي اليوم التالي طلب حبيب من عبده أن يأخذ فرسه إلى خارج الكوفة خوفا من أن يراه الجنود، وودع زوجته وأولاده وخرج متخفيا. ركب حبيب فرسه وأخذ معه عبده الذي كان يتمنى الذهاب معه إلى كربلاء لينصر الإمام الحسين عليه السلام، وانطلقا نحو كربلاء. وصل حبيب إلى كربلاء في اليوم السادس من محرم، واستقبله الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه. فسمعت السيدة زينب بنت الإمام علي بوصول حبيب فقالت: أبلغوا حبيب عني السلام. وحين وصل سلام السيدة إلى حبيب بكى وقال: من أنا؟ من أنا ومن أكون حتى تسلم علي بنت أمير المؤمنين؟ حينما أتى يوم العاشر اجتمع الإمام الحسين عليه السلام بأصحابه وأهل بيته، وأخبرهم بأن المعركة ستكون في صباح الغد، وأن جيش الأعداء لا يريدون إلا قتله، وأنهم يستطيعون أن ينسحبوا من الآن حتى لا يعرضوا حياتهم للموت والخطر. ولكن أصحاب الإمام الحسين وأهل بيته رفضوا التخلي عنه، فهو إمام زمانهم الواجب طاعته. كان حبيب في ليلة العاشر يضحك فرحا، فاستغرب الجميع
من تصرفه وسألوه: لماذا تضحك يا حبيب؟ إن هذا ليس بوقت مضحك. فأجاب حبيب بأنه ما هي إلا ساعات، ويستشهد ويذهب إلى الجنة. وهذا سر ضحكه. وفي صباح يوم العاشر كان حبيب يحمل راية الحرب ويقاتل بكل شجاعة، حتى قتل عددا كبيرا على الرغم من كبر سنه، واستشهد بضربة على رأسه. أما الإمام الحسين فقد قال: لله درك يا حبيب، لقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة. وهكذا استشهد الفقيه الجليل والصحابي العظيم وحافظ كتاب الله حبيب بن مظاهر الأسدي، ليكون أكبر الشهداء في كربلاء ويلقب بشيخ الأنصار. كما توجد مسابقة يومية على إنستغرام المأتم، وهي عبارة عن سؤال على هذه القصة وجائزة تثقيفية عن واقعة الطف.